قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، ومنها القطاع المالي غير المصرفي الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع الدكتور محمد فريد عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليفه قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. من جانبه قال الدكتور محمد فريد إن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا وتنفيذا لاستراتيجية عمل شاملة تطول كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، بداية من نشاط سوق رأس المال ومرورا بالتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتأمين والتمويل الاستهلاكي وصولا إلى التمويل متناهي الصغر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما يسهم به مشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة في أفريقيا من تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بأهمية زيادة التوجه نحو القارة الأفريقية ودعم مجالات التعاون في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث تناول اللقاء عددا من المؤشرات الخاصة بالصادرة المصرية الزراعية والتي شهدت طفرة غير مسبوقة ووصلت إلى حوالي 5,600,000 طن بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وذلك خلال عام 2021 بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد مشتركي الإنترنت عن طريق ADSL إلى 9,500,000 مشترك في يونيو 2021 مقابل 8,000,000 مشترك في نفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة زيادة قدرها 18.9%. وأظهرت بيانات الإحصاء أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغ 59,700,000 مستخدم في يونيو 2021 مقابل 41,800,000 مستخدم في يونيو 2020، وبنسبة زيادة قدرها 42.8%. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات تعاملات جلسة بداية تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء من قبل المتعاملين المصريين. ربح رأس المال السوقي 6,600,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 669,600,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 اليوم عند 10,043 نقطة ليغلق عند مستوى 10,123 نقطة مرتفعا بنسبة 0.8%. وعن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 فقد فتح اليوم عند 1,911 نقطة ليغلق عند مستوى 1,989 نقطة مرتفعا أيضا بنسبة 4.8%. أما عن مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا فقد فتح اليوم عند 2,835 نقطة ليغلق عند مستوى 2,923 نقطة مرتفعا بنسبة 3.1%. من البورصة المصرية ننتقل معكم إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل اليوم إلى 19.06 جنيه وسعر البيع 19.17 جنيه. بالنسبة لليورو سعر الشراء 19.41 جنيه وسعر البيع 19.53 جنيه. نصل للجنيه الاسترليني 23.01 جنيه وسعر البيع 23.15 جنيه. بالنسبة للعملات العربية نبدأها من الدرهم الإماراتي والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 5.19 جنيه وسعر البيع 5.22 جنيه. وأخيرا الريال السعودي وصل السعر اليوم إلى سعر الشراء إلى 5.07 جنيه وسعر البيع 5.10 جنيه. في أسواق المال الخارجية، أغلقت البورصة السعودية على انخفاض وسط ضعف أسعار النفط، والتي اختتمت الأسبوع عند أدنى مستوياتها منذ فبراير في ظل مخاوف من ركود قد يؤثر على الطلب على الوقود. وتراجع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.6%، كما تراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.36%. أما عن بورصة مسقط فقد هبط مؤشر السوق بنسبة 0.28%، وتراجع مؤشر البحرين العام بنسبة هامشية بلغت نحو 0.01%.
إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى محمد عبدوري. هم تسيب إليكم. شكرا لك يا عين.